بالنسبة للأسبرين إيه برضو بياخدوه إمتى في أنهي حالات برضو في الإجهاد المتكرر؟ هي في نفس الحالات دي حضرتك، هي في نفس الحالات دي برضو، يعني الحالات دي مطلوب منها عشان نحافظ على السيولة بتاعة الأوعية الدموية اللي موجودة في المشيمة، وبالتالي نضمن بأمر الله إن في كمية من الدم والدورة الدموية داخلة الصح للجنين، وما يحصلش فيه إيجاد متكرر، ما يحصلش فيه نقص في النمو، ما يحصلش فيه تسمم حمل. عايز اتغلب عليها باكتر من طريقه، اخذا بالاسباب، يا اما بحقن السيوله اللي هي الهيبرين والاسبرين، والاحسن لازم الاثنين مع بعض. الامن بقى الاثنين بيتاخدوا الاثنين امان جدا مع الحمل، الاثنين امان جدا مع الحمل، ما بيحصلش منهم اي تشوهات، ما يحصلش منهم اي اعراض جانبيه الا يعني في حدود مقبوله. وبيصبحوا يعني اذا تم التشخيص وعرفنا فعلا حطينا ايدينا على ان هو ده السبب، لا لازم الاثنين، اسبرين وهيبرين.